دلوقتي نبدأ إن شاء الله في أول محاضرة مع المهندسة الدكتورة رشا سيد، وهي أستاذة بهندسة العمارة واللاندسكيب، وتعمل حاليا كمحاضرة في جامعة مدينة برمنغهام، كلية الفنون والتصميم، وبرنامج هندسة اللاندسكيب ديزاين والأربن بلاننج، ولديها خبرة 11 عام في التدريس الأكاديمي لهندسة اللاندسكيب ديزاين والأربن بلاننج، و15 عام من الخبرة في مشاريع اللاندسكيب، فمن شغفها بالتصميم والبناء صممت وشاركت في مشاريع معماريه ومناظير طبيعيه مختلفه من اللاندسكيب، وقامت ببناء الاس اي اي بي ديزاينز، وهو اساسا للتخصصات المختلفه في التصميم المعماري والبناء. والدكتوره مهندسه رشا من خرجت من جامعه القاهره عام 2004، ودرست في السكولا سوبرايو دي كاتيانا في ايطاليا من 2007 ل 2009 في الماجستير الدولي في تصميم اللاندسكيب ديزاين والاربن بلاننج والتخطيط البيئي في منطقه البحر الابيض المتوسط. وانجزت الدكتوراه من 2011 ل 2015 دراسات تحت اشراف جامعه القاهره، وانهت مرحله ما بعد دكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحده الامريكيه وجامعه ماليزيا للتكنولوجيا. وان شاء الله هتكلمنا النهارده عن الدلتز ان ذا فيس اوف ذا تشينج سي ليفل رايز ان دلتا ايجيبت امباكت. اتفضل يا دكتور. الأول أنا متشكرة لحضرتك على المقدمة. أنا بس هحاول أعمل شير سكرين حالا. كده سكرين واضحة صح؟ مظبوط يا دكتور، شكرا. تمام. طبعا انا الاول اهلا وسهلا بكم، شكرا على المقدمه، وتاكيدا على كلام دكتور مبارك، ده بدايه البحث العلمي اللي انا ابتديته في الدكتوراه، وزي ما حضرتك تفضلت من 2011 اسفه من 2010 وانا شغاله على الموضوع ده. هو باختصار شديد هو ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على الدلتا في مصر. دي كانت البداية، وبعد كده طبعا الموضوع من خلال أبحاث مختلفة ومن خلال حضور فورمز مختلفة على مستوى العالم ابتدى يعني يبقى البحث يبقى مجال حياة. فده تأكيدا على دكتور على كلام دكتور مبارك، انه يعني البحث العلمي ما بيبقاش مجرد ان انا باخد قضيه وبتناولها في ماجستير او دكتوراه، لا، انت لو عملت حاجه كويسه واسمك الحمد لله يعني ابتدى يثبت او يتعرف في المجال ده، هي بتبقى قضيه حياتك، والبحث فيه عمره ما بيقف وبيستمر معاك لمراحل كتير قوي. طيب، يعني باختصار شديد، هي طبعا المحاضره طويله جدا، انا هحاول يعني اختصر فيها جدا. هو المحاضرة احنا هنتكلم على عموما التحديات او التشالنجز اللي موجودة على الساحل الشمالي في مصر، ومن ضمنها طبعا الدلتا، وبعد كده هنستعرض الحمد لله دلوقتي حاليا وفي اخر 5 سنين بالذات ابتدت تبقى في اكشنز بتتاخد او بيتاخد يعني او بقت في حلول على الارض على في الواقع. يعني قبل كده كانت كلها سياسات، قبل كده كان كلها محاولات اتفاقيات، ولكن يعني في اخر 5 7 سنين لا، ابتدى يبقى في فعل على ارض الواقع. هنشوف مصر ابتدت تعمل ايه، وهنتكلم بعد كده على البروبوزد انتجريتيف ابروتش، وده مش ده بس اللي انا بتكلم فيه، ده كل العالم دلوقتي اللي بمعني بقضيه التغيرات المناخيه وتاثيرها على الاربن سيتيز عموما بيتكلم على انتجريتيف ابروتشز، وازاي نقدر ان احنا من خلال سياسات معينه مش بس بنشتغل كحكومات لا وكشعب كمان. طيب باختصار شديد، التحديات اللي موجوده عندنا او اللي بتواجه يعني عموما الشمال عندنا، الساحل الشمالي او نورثرن كوست عموما، هي مش ارتفاع منسوب البحر بس، ولكن ايضا في تاثيرات تانيه او في صور تانيه بتظهر نتيجه ارتفاع درجات الحراره وتعدد او الصور المختلفه للامباكت بتاع كلايمت تشينج على السواحل الشماليه، اهمها طبعا طبعا الفود سكيورتي وووتر سكيورتي ووتر بوليوشن. دول الحاجات الاساسيه المهمه جدا، وطبعا احنا يعني الباوربوينت دي انا بعد كده هديها لباشمهندس سليم، هو يقدر يوصلها لاي حد عايز الباوربوينت. حابب تعرف اكتر هتلاقي كل الريفرنسز دي موجوده، الريفرنسز مينلي بتبقى من اليو ان و
طبعا باحثين يعني افاضل تانيين هم اللي بيشتغلوا على الموضوع ده. انا معنيه او انا بهتم بحته السي ليفل رايز او الخطر اللي هيهدد او الامباكت اللي هيحصل من ارتفاع منسوب البحر. هو مش بس بيبقى مباشره بارتفاع منسوب البحر، لكن ايضا بيبقى بلاند سبسيدنس، وده هنشوفه هو ازاي بيأثر بعد كده حتى على تشكيل الساحل الشمالي كله، بالذات الساحل الشمالي في الدلتا. دي انا يعني حبيت اوري لحضراتكم انه مهما اختلفت الريسورسز او السورسز اللي انت بتاخد منها الداتا انفورميشن او بتعمل داتا جاذرينج منها، ولكن هي في الاخر بتتفق، اذا كانت valid فهي في الاخر بتتفق على مبادئ معينه. احنا هنا هتلاقي ما بين السورسز المختلفه ان في اجماع على ان في حوالي ثلث الدلتا يعني هيبقى معرض للغرق بارتفاع منسوب 1 متر او 1.5 متر. وطبعا كل ما بيزيد كل ما بيزيد الاراضي المعرضه للغرق. طيب هل هو ده بس التحدي الوحيد؟ لا طبعا، احنا عندنا برضو تاكل ساحل الدلتا الشمالي بصوره كبيره جدا نتيجه السبسيدنس، وبيحصل له اروجن، والاروجن ده بيبقى ليه نسبات متفاوته ما بينه وما بين الاكريشن. فده كده يعني ده بيغير في شكل ساحل الدلتا، مش بس بيحصل يومين دول، ده وحصل على مدار الأربع تلاف سنة اللي فاتوا أو الخمس تلاف سنة اللي فاتوا. فدي من ده هنا برضو بوريكو قد إيه إحنا السبسيدنس ده مش بيشتغل بس على جزء واحد اللي هي فرع دمياط أو فرع رشيد، لا ده بيشتغل على ساحل الدلتا الشمالي كله، بيأثر على الأندرجراوند ووتر، لأن طبعا في دايناميك movements وفي dynamic relationships أو aquatic relationships which is dynamic ما بين المية المالحة والمية العذبة والمية اللي موجودة underground. ولو حصل حاجة أو حصل زي intrusion في الساحل نفسه، لا ال underground water الكواليتي بتاعتها بتتغير وممكن طبعا تبقى contaminated. دي خريطة، الخريطة دي كانت مطلعها اليو ان سنة 2013 عن المناطق اللي حقيقي هتبقى معرضة للcontaminated water underground contaminated water. واحنا طبعا انتم شايفين ان احنا من المناطق الخطر في مرحلة الخطر. طب ايه اهمية الunderground water؟ احنا مش احنا بس، مش المشكلة عندنا بس في مصر، المشكلة على مستوى العالم كله. احنا دلوقتي ابتدينا في مرحلة الفقر المائي مش بس في مصر، على مستوى العالم كله. البديل هيبقى يا اما بتعتمد على مية المطر يا اما بتعتمد على المية اللي موجودة تحت سطح الارض. ولو تلوثت المية اللي تحت سطح الارض فانت بتلعب في المخزون الاستراتيجي اللي انت المفروض تحافظ عليه عشان تلاقي تاكل وتشرب، يعني بالمعنى البلدي. طيب in general بقى لو جينا بصينا برضو ده الريبورت اللي طل من سنة 2013. طبعا الريبورت ده بيحصل له ابديت، بس انا ده المجمع ان طب مصر او يعني باللي هيحصل ده السي ليفل رايز ده هيأثر على ايه؟ على وادي النيل عموما. هيأثر على وادي النيل عموما وهيأثر على مصر بوجه خاص. وحضراتكم هنا هتلاقي ان هو هيأثر على الزراعة، على الووتر ريسورسز، على هيومن هيلث، على الفيزيكال انفراستراكشر، طبعا على السياحة. مش بس لان السياحة هيبقى في مناطق سياحية هتغرق في الساحل الشمالي او في شمال الدلتا، ولكن الجو نفسه والبوليوشن اللي هيحصل نفسه هيأثر على اماكن سياحيه كتير جدا. اوف كورس اهم حته احنا بنتكلم فيها النهارده اللي هي الكوستال زون مانجمنت والاكواكلتشر اند فيشريز. ولو احنا بصينا هنلاقي ان في اربع او خمس نقاط، الاربع او خمس نقاط دول يعني هم بيلعبوا في الاكل بتاعنا، في الاكل والشرب بتاعنا، ودي مش حاجه بسيطه. زي الاجريكلتشر ووتر ريسورسز والكوستال زون مانجمنت واكواكلتشر اند فيشريز، دول اربع نقاط مترابطين في ان انت ممكن حقيقي المخزون، يعني مش بس المايه اللي هتتاثر، مش بس شكل المدينه هتغرق، ولكن الاكل نفسه اللي انت بتزرعه هيتاثر. طيب ده في نفس الريبورت ده الفريم ورك اللي اقترحته اليو ان اي بي سنة 2013 عشان نبتدي نشتغل عليه. وده طبعا طلع بعد ما انا كنت ابتديت الدكتوراه بتاعتي، والحمد لله يعني هو انترسكتد في اماكن كتير جدا.
لما تشوفوا البحث وازاي تطور هتلاقوا ان نفس التو مين او نفس الاستراتيجي اللي هم اشتغلوا بيها الحمد لله يعني كان معمول بيها من سنة 2010 و2009. دي بقى نقطة مهمة جدا، لان لما نيجي نتكلم على adaptation and mitigation وعايزين نشتغل على integrative approach، احنا لازم نشوف هنشتغل مع مين او مين الناس اللي هتقدر تساعدنا. ما بقاش ينفع بس نعتمد على الحكومة. طبعا الحكومة هنا هتلاقي ان هي Egyptian government and military we have like 26 governors، دول هم القوة اللي مهمين وفي نفس الوقت بيلهموا على ارض الواقع. ولكن احنا عندنا برضو احنا بنسميهم الستيكهولدرز او لوكال ستيكهولدرز، دي برضو قوة لا يستهان بها في ان احنا نشتغل معاهم على ارض الواقع. دول قريبين للناس اكتر، دول بيقدروا يقنعوا الناس اكتر، وبيقدروا يخلوا الناس كمان تشترك مع الحكومة في ايجاد الحلول وتطبيقها. طيب لو هنيجي نتكلم اكتر خصوصية على المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها، ده في ريبورت برضو في نيروبي في كينيا سنة 2013، قالوا ان احنا عشان نشتغل على الكوستال زون مانجمنت عموما، احنا لازم نفهم يعني نقدر نعمل implement integrated coastal zone management، implement improved agriculture approaches، we improved water resources management. التلات نقاط دول مهمين جدا عشان نبتدي نقدر من خلالهم، مش هنقول ان احنا هنمنع sea level rise ولكن كده كده ده هيحصل، فنقدر نتعامل مع ال impacts، ما نقدر نتعامل مع التأثيرات اللي هتصيب مش بس الموارد الأساسية ولا الموارد البشرية أو الموارد الطبيعية، ولكن أيضا شكل المدينة كله على بعض فيما بعد. طيب مصر بتبتدي تعمل إيه؟ مصر الحمد لله في المراحل الأخرانية يعني، وبالذات عند المناطق اللي ليها ظهير صحراوي أكتر، الأراضي الزراعية اللي إحنا محتاجينها عشان نقدر نزرع محاصيلنا، ابتدت تبقى فيه خطوات إيجابية. ابتدى يبقى فيه حاجة اسمها living shorelines إحنا بنشتغل عليها، ابتدينا ناخد موارد من عندنا زي الرمل والطمي وننقلهم مكان تاني عشان نبتدي نعمل حقيقي natural dikes وnatural زي barriers ما بين اللي بيحصل على في البحر واللي بيحصل على الساحل. ودي صور حية وطبيعية من السنة اللي فاتت، مش حاجة بعيدة قوي يعني. اللي عايز يبتدي يفهم اكتر على الموضوع موجود على الـ على الـ على الويب سايت ده، انك تقدر تخش وتشوف كل المشاريع اللي موجودة اللي بتحصل حاليا على ارض مصر. كانت في نقطة مهمة جدا من زمان بالنادي بيها وابتدت برضو تحصل مؤخرا، هي احنا عندنا البحيرات الشمالية، ده يعني دي ثورة مهمة جدا لازم نشتغل عليها ونحافظها ونعالجها. فابتدت برضو من يعني الوزارة تشتغل على ليك المنزلة، بحيرة المنزلة اللي هي كانت فيها أكبر جزء متلوث في البحيرات الشمالية، واشتغلوا على ان هم ينظفوها، ومشروع هائل كبير جدا برضو تقدروا تخشوا على الويب سايت وتشوفوا هو وصل لغاية فين. دول تو ويب سايتس تقدروا تخشوا عليهم تشوفوا المشاريع اللي بتحصل في مصر والأبحاث اللي حصلت وراها، وقد إيه الوقت قبل ما نبتدي اصلا نعمل implementation على ارض الواقع، قد ايه البحث العلمي كان مهم جدا قبل خطوة implementation. وهتلاقوا كل reports موجودة على two pages دول، سواء هو الـ UNDP طبعا او الـ Green Climate Fund. طيب ايه هو بقى الـ integrative approach اللي احنا بنتكلم فيه؟ ان انا بشوف عندي طبعا عشان اقدر اتكلم على sea level rise بشوف الـ measures، ودي مشكلة على مستوى العالم كله يعني. كان في مؤتمر أنا بحضره من أسبوعين في أمريكا، دي مشكلة على مستوى العالم كله، إن إحنا نلاقي حقيقي قياسات لمناسيب حقيقية سواء حاليا أو في المستقبل تقول لنا الدنيا بيحصل فيها إيه. فطبعا المفروض إن إحنا نبتدي نتجه نهتم بالنقطة دي، نبني محطات نشوف إحنا إزاي نقدر يبقى عندنا measurements حقيقية على الأقل حاليا يعني في الواقع الحالي. طبعا بحط vulnerability and risk plans، وده هنشوفه قدام ازاي، وبيبقى فيه adaptation and mitigation scenarios. مهم جدا بقى ان انا اشتغل مع الناس كمان،
اشتغل على الناس، ازاي اخلي الناس تفهم الكلام ده وتتفاعل معايا فيه، ازاي اخلي الستيك هولدرز دول هم نقطة الوصل ما بيني ما بين الناس وما بين الحكومة. وطبعا يا سلام لو الستيك هولدرز دول فيهم ناس متعلمين وفيهم ناس تقدر تفهم الكلام اللي بيتقال ده على طول. طبعا ان انا عشان اقدر احقق ده على ارض الواقع بيبقى فيه ويكشوبس، بتبقى فيه شغل لسنين، مش حاجة يعني بتحصل في اسبوع او في شهر. طيب هو بمنتهى البساطة عشان نقدر نشوف احنا هنعمل adaptation او mitigation ازاي. انا عندي مية وعندي بحر وعندي يابس او مدينة، يا اما انا بفصل ما بين الاثنين، يا اما بوطي منسوب او بحاول احجز منسوب البحر، اعلي منسوب المدينة، وفي نفس الوقت انا بشتغل في الثلاث مراحل او في الثلاثة تكنيكس دول على ان انا لازم اعمل environmental planning، يعني لازم اعيد تخطيط الساحل كله بالظهير بتاعه بطريقة لها تضر الهابيتاتس اللي موجودة في الواقع، لأنها لو اتضرت هتبقى مشكلة تلوث برضو، وفي نفس الوقت تحافظ على الموارد اللي موجودة. فكان هو ده الابروتش اللي خد حوالي 5-6 سنين من البحث العلمي، انك ازاي هو يعني مقسم لثلاث مراحل. اول مرحله طبعا انت بتبتدي يعني زي الطبيعي زي اي بحث علمي بتبتدي تجمع الداتا، ولكن انك ازاي تبتدي تفهم طبيعه الساحل نفسه وايه هي الخصائص الحضريه، ايه هي الفانكشنز، ايه هي الهابيتاتس اللي موجوده، وازاي تبتدي تفرق ما بين ايه اللي هقدر اخده معايا وايه اللي لازم اعوضه وايه اللي ممكن اجي عليه. يعني بيبقى فيه جهد مبذول وطبعا افورت كبير جدا عشان ابتدي اخلص بس المرحله الاولى واطلع منها بمعايير واسس اقدر اشتغل عليها المرحله الثانيه. ايه هي بقى المرحله الثانيه؟ اللي هي ريسك اسسمنت فيلنبيليتي، ده عشان اقدر اقف على اماكن اللي هيحصل فيها فيلنبيليتيز واعمل لها كاتيجورايزيشن واطلع ريسك اسسمنت واطلع بالبلدي كده بقى من الاخر خرائط تقولي فين هي الأماكن المعرضة للخطر ليه عشان إيه بسكشنز معينة وأقدر أبتدي أتعامل معها. في نفس الوقت بتقولي إزاي أقدر أتعامل مع الثروة البشرية وجميع الثروات اللي موجودة. آخر مرحلة خالص هي أن أنا بقى ببتدي أفهم خلاص أنا عملت ريسك أسسمنت، عملت تحليل الداتا اللي أنا جمعتها وعرفت فين الخطر وشكله عامل إزاي وهيحصل لي على مراحل عاملة إزاي، هبتدي أحط حلول. هنا مهم جدا بقى إن أنا أشوف أنا هقدر أخذ معايا مين في الحلول دي، هقدر أتعامل مع مين، سواء من الجهات الحكومية، سواء من الـ NGOs، الـ stakeholders، الناس نفسها. وده بينجح، يعني الموديل ده انا مش بقوله كلام مرسل ولكنه حقيقي ناجح. احنا كان الكيس ستادي بتاعتنا في دمياط، ويعني اما احنا اتعلمنا من الناس هم ازاي بيعملوا ده على مدار وقت طويل، هيتعلمنا منهم تكنيكس، وكان في تفاعل كويس جدا ما بيننا as experts وما بين الناس نفسهم اللي خايفين على اكلهم وشربهم وارضهم. دي بس انا بوريكو ان تاني هرجع لكلام دكتور مبارك لما جه قال ان احنا لازم نبتدي نفهم التكنولوجي وبتشتغل ازاي ونبتدي ندخل معانا تولز. التولز دي الى حد ما بتوفر جهد ومجهود كبير جدا. ده بصراحه ده جي اي اس سيميليشنز وهيبقى باين بعد كده، ده كله في المرحله الاولانيه بتبتدي تاخد كمان سيكشنز بالجي اي اس. مثلا ده كانت الكيس ستادي في دمياط، ده الكوتشينير اللي حصل عشان نبتدي نتفاعل مع الناس اكتر ونخلي الناس تتفاعل وتقول لنا هم حابين يعملوا ايه ومش حابين يعملوا ايه. هنا دي بقى المرحلة اللي ابتدى فيها نعمل الريسك اسسمنت بلان، وده كان شغل مع اصدقاء فاضلين في كلية هندسة، يعني هم اللي قاموا بالخرائط دي وهم اللي عملوا شغل السيميليشن ده، وابتدينا نطلع ابتدوا يطلعوا بخرائط. الخرائط دي بتقول لك لو انت ارتفعت نص متر انهي مناطق بالظبط جوه المدينه، كمان يعني انت لو عملت زوم ان هنا قوي هتلاقي ايه البيت اللي هيغرق وايه البيت اللي مش هيغرق وهكذا. فابتدت تبقى عندك داتا متكامله تقدر تشتغل عليها، ابتدى يبقى السكشن نفسه ونشوف ازاي هيتغير، وابتديت
طبعا الكلام ده كله احنا كنا شغالينه في 2015 سوري 2014 و2013. حاليا انا لما سافرت امريكا ولما سافرت ماليزيا اشتغلنا الكلام ده بالدرون ابلكيشن. الدرون ابلكيشنز ليها قدره على ان هي تدخل معاها الجي اي اس تكنيكس وتبتدي تديك اراضي, تبتدي تديك معلومات, مش بس اراضي, تديك معلومات عن البشر, عن كل حاجه وانت قاعد ممكن في مكان بعيد. استخدمناها في اماكن ممكن هي متعرضه للزلازل, متعرضه لغرق البحر الجامد زي فيتنام وبنجلاديش. فالدرون ابلكيشن دلوقتي كمان مع التطبيق للجي اي اس ابتدى يبقى ليها اهميه كبيره جدا على مستوى العالم. هنا ابتدينا نطلع زي سكتشات بسيطه ان ازاي تقدر عن طريق تكنيكس مختلفه تبتدي تغير شكل الساحل نفسه وجرادولي المدينه كلها من ورا علشان تتعامل مع ارتفاع منسوب البحر. دي سكشنز مختلفه على مستوى المدينه. انا عارفه ان انا ابتديت اخد وقت كبير جدا بس يعني انا بنجز. دي سكشنز مختلفه على مستوى المدينه بقطاعات مختلفه ان ازاي ممكن تعمل حلول كتير جدا مع بعضها كومبايند هتساعدك اكتر. وفي نفس الوقت ده كله طلع مش بس مش هينفع اعمل ده كله وانا شغاله مع الهيئات الحكوميه فقط, ولكن انا لازم اعمل ده بالتوازي ما بين NGOs, stakeholders وكمان الناس اللي ساكنه في البيوت اللي انا هغير فيها دي. الشغل ده كله ما كانش هيطلع لو احنا شغالين حكومه بس. ف يعني ده مثال. طبعا في امثله يعني في كلام بقى اكتر وفي ابحاث اكتر. ده تاني الاستبيان اللي حصل في الاخر نتيجه الحلول اللي احنا عملناها بقى على ارض الواقع. بنشوف ردود فعل الناس عليها, هل ليهم تعليقات تاني, هل عارفين يغيروا حاجه تانية. الابروتشز دي ناس كتير جدا ابتدت تطبقها. ده شغل الجامعات المصريه على نفس الموضوع يعني على ارتفاع على الساحل الدلتا الشمالي, وده شغلنا احنا هنا تحت. احنا ازاي ده طلع من الناس وللناس وكان باستخدام تكنولوجيا. التكنولوجيا دي ما كانتش بسيطه, كانت معقده الى حد ما ما بين, وطبعا بالتعاون مع يعني انت مش بس بتشتغل, انت مش معماري بس وقتها, لا انت بتشتغل مع ناس بتشتغل مع ناس يعني انا هحاول اقولها بالعربي, مهتمه بعلم الحيوان, بعلم النبات, بعلوم البحار, علوم التربه. فانت شغال, انت في تيم ورك كامل. انت بتبتدي تفهم كمان ازاي باستخدام التولز اللي معاك تقدر تخش في تيم ورك مش نفس مجالك ولكن كلكم بتشتغلوا تحت ثيم واحد. ده بيدي ثقل للبحث العلمي اكتر من اي حاجه تانيه. دي الميتريكس اللي طلعت في الاخر, وده يعني حاجات لفيوتشر ديسكشنز. للي منكم مهتم بنفس الموضوع ممكن يبتدي ده اللي دلوقتي موجود على الساحه يعني, او ده اللي الكل بيتكلم فيه دلوقتي. يعني احنا ازاي نبتدي حقيقي نعمل people centered approach that could be integrated with mitigation and adaptation plans, ان احنا نخلي الناس هي اللي تطلع بقى الحلول دي. How could we integrate fund process with with possible development to be as investment income generators, ان احنا ازاي الحلول دي. وده لو لاحظنا هنا في الصورة هنا, ده كان احد التطبيقات للمبدأ ده, ان انا ما بعملش حل, ما بعملش سد وخلاص, لان ازاي ممكن اعمل green sand dunes هي في نفس الوقت هتحمي الساحل وفي نفس الوقت ممكن اعملها كأنها قرية سياحية, ففي نفس الوقت بتدخل لي برضو دخل يصرف على اللي انا عايز اعمله. فانا هنا بس مش بصرف, لا انا بصرف وباخد, يعني باخد بلاي. Integrative approaches should be implemented taking into consideration stakeholders involvement. وعمر الموضوع ده ما هيكتفي منه الباحثين, لان طبعا كل يوم في جديد ان احنا ازاي حقيقي stakeholders دول نقدر نعملهم engagement في التكنيكاليتيز او في البلان, في التكنيكال بلانز اللي احنا بنشتغل بيها. How could national and international plans be addressed on the level of local plans implementations? مصر بيجي لها فند كبير جدا على مستوى العالم خاص بالموضوع ده. ازاي نقدر بقى نخلي الناس اللي جايه من بره تشتغل بالتوازي مع الهيئات الحكوميه, بالتوازي مع الناس. يعني ده فريم ورك
يعني مكلكع شويه، ولكن مهم جدا ان احنا نبتدي نفكر ازاي نقدر نعمله او نقدر نغطيه. ده بقى نقطه مهمه جدا، ودي يعني انا انصح اي حد عايز يشتغل في البحث العلمي في النقطه دي بالذات يبتدي ياخد الـ SDGs اللي هي بالعربي المبادئ التنمويه اللي قالتها الامم المتحده او نصت عليها عشان يعني نشتغل تحت الـ Sustainable Umbrella كلنا مع بعض. هل حقيقي الـ SDGs دول هيساعدونا في ده؟ هل الـ SDGs دول applicable على ارض الواقع؟ هل هم حقيقي بيحلوا مشاكل على ارض الواقع؟ دي نقطه مهمه جدا، وكل الناس بره مصر واخدين الجولز دي وبيشتغلوا عليها دلوقتي. اخر حاجه في الحاله المصريه بقى، to what extent the North Coast mitigation and adaptation plans هتقدر حقيقي تشتغل لغايه وما نضطرش ان احنا نهجر الناس من مكانها ونوديها مكان تاني. انا اسفه ان انا طولت عليكم، ولكن ده باختصار يعني البحث اللي انا كنت شغاله عليه لمده نقدر نقول يعني 7 سنين دلوقتي. لو في اي اسئله. جزاكم الله كل خير يا دكتور، يعني ما شاء الله بحث قوي جدا، وحضرتك شرحت لنا اسلوب البحث العلمي وايه الحاجه اللي احنا مهتم بيها. فلو في احد عنده سؤال ممكن يعمل راس هاند او يكتبها على الشات، وان شاء الله الدكتوره تشوفها. انا حطيت الرابط بتاع الدكتور على لينكد ان وعلى الجماعه ده بعد اذن حضرتك. طبعا شكرا. وانا هبعت لحضرتك الباوربوينت لو حد برضه حب، هبعتها بي دي اف لو حب حد يطلع عليها يعني للسورسز الموجوده فيها، ما فيش مشكله. تمام. شكرا شكرا. في حد عنده اي اسئله؟ لو في حد عنده اسئله احنا فاتحين المجال للاسئله. طيب في حد بيسأل ايه الحاجات اللي ممكن حد يكمل بعد كده، يعني ايه النقط اللي ممكن حد يعمل فيها رسالة ماجستير او دكتوراه بخصوص النقطة ديت؟ هو هي دي اخر سلايد اللي انا حطيتها في الباوربوينت. هو يعني انا قلتهم ان هم حتى في المؤتمر اللي انا حضرته من اسبوعين كان يعني كانت النقطة المهمة جدا، انت ازاي تقدر اولا يبقى عندك معلومات كافية في وقت اللي انت دلوقتي التغيرات المناخيه بقت متوتره جدا، فانت ازاي يبقى عندك معلومات كافيه علشان تقدر تتعامل مع الموضوع ده. اللي بيخصنا احنا كمعماريين اكتر هي نقطه الـ SDGs goals اللي نصت عليها الامم المتحده. دي عليها ديبيت كبير جدا دلوقتي، والناس بتتكلم بيها في كل حاجه ان ده شيء منصوص من قبل الامم المتحده، ولكن في جزء كبير جدا من العالم شايفين ان هي حاجه مش واقعيه على ارض الواقع. واحنا كمعماريين هي يعني بتخص جزء كبير جدا من شغلنا، هو البناء والبناء الحضري والاستدامه. فطبعا يعني انا انصح اي حد عايز يبتدي يشتغل على النقطه دي ياخد الجزء اللي خاص بالتغيرات المناخيه وازاي قدرت الجولز دي تتناولها، ويبتدي يبحث فيها ويشوفها يشوف تطبيقها ممكن او يعني يكمل في البحث العلمي فيها ازاي. دي نقطه غنيه جدا، وباقي النقاط هي موجوده في البرزنتيشن برضو ممكن حضرتك تبعتها لاي حد كان بيسال. تمام يا دكتور. طيب في باشمهندسه غاده صدري عندك سؤال؟ باشمهندسه غاده سمير صدري. باشمهندس ماجد اتفضلي. باشمهندس ماجد مساء الخير على حضرتك، مرسي جدا على البرزنتيشن، يعني اتس فيري ريتش. سؤالي لحضرتك، انا كنت مهتمه اشتغل في موضوع المياه والاندرجراوند ووتر وكل ده، لكن في الحقيقه ما عرفتش في كليتنا يعني في هندسه ما كانش في حد يتابع بحث زي ده او يعني مهتم بالنقطه دي، وما عرفتش حتى اروح كليه ايه يعني استفاد منهم في الحته دي. فلو حضرتك تقدري تجايدس شوية ايه الاماكن اللي ممكن تساعدنا اكتر في دراسة النقطة دي بالذات يبقى كويس، ومرسي لحضرتك جدا. انا متشكرة ليكي ولسؤالك، متشكرة لحضرتك. هو بصي هقولك على تجربتي الشخصية، يعني انا برضو في نفس يعني اول ما ابتديت اتكلم في الموضوع ده، هو طبعا يعني انا سافرت عملت الماجستير بره، وكان برضو على النقطة دي مش بالظبط، ولكن برضو كان على
التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر. الفكرة كلها ان انت هتتعبي شوية في ان انت تلاقي ازاي المدخل بتاعها ممكن يبقى ريليتد للشغل بتاعك. يعني انا 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 مهندسة معمارية في الاساس ولغاية دلوقتي شغالة في السوق مهندسة معمارية. طب ايه علاقة ده بده؟ او ازاي اقدر ادخل ده مع ده؟ هي دي اللي محتاجة بحث بقى وقراية شوية. انا لو كده انت ممكن تبعتيلي الكونتاكتس بتاعتك وانا هقولك على اسامي الاساتذه الافاضل اللي اشتغلوا معايا واللي انا اعرفهم ان هم مستعدين يشتغلوا في نفس النقطه. ويعني اعتقد باشمهندس عمر ممكن حضرتك تديها حتى الرقم وانا هبعتلك اسامي الاساتذه واعتقد ان هم they are well يعني very much for being ان هم يتعاونوا معاكي يعني بالذات في في الجزء اللي هو underground water. انا عارفه ده. تمام دكتور، عشان نسمي كده ان شاء الله تواصل مع الدكتوره وان شاء الله كنت خلاص الماجستير مصطفى ان شاء الله قريب ان شاء الله باذن الله. طيب في اي اسئله تاني؟ تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير.